ولنقاش ملف أزمة اللاجئين السوريين ومحاولات إعادتهم إلى سوريا، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة أنطاكيا التركية الحقوقي السوري رضا سطيف. أهلا بكم سيدي. يستضيف الأردن أكثر من 600 ألف لاجئ مسجلين لدى منظمة الأمم المتحدة، فيما تقول عمان أن لديها أكثر من 1 مليون لاجئ سوري. كيف تبدو أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن تحديدا؟ نعم سيدتي، أوضاع اللاجئين كما ذكرنا وأسلفنا سابقا كلها مذرية. تبقى المعيشة في خيمة ويبقى المخيم هو مخيم مهما بلغ من الاهتمام أو مهما بلغت خدماته. معيشة الخيمة كلنا يعرفها، لا تقي برد ولا حر، ويبقى كمثال السجن الكبير. معيشة المخيمات رغم صعوبتها، للأردن هناك وضع خاص هو فيما يتعلق بطبيعة الأردن واقتصاد الأردن، له خصوصية عن باقي البلاد كتركيا وغيرها التي بإمكانها تحتضن اللاجئين أو تؤمن لهم فرص عمل. أما بالنسبة للأردن فالاقتصاد نوعا ما ضعيف، البلد حجمه صغير، اليد العاملة ليست متوفرة كما باقي البلدان، فاللاجئين هم بحاجة دائما للعمل لتوفير فرص العمل التي يستطيعون من خلالها تأمين معيشتهم. كون نعم. المساعدات التي تعطى للمخيمات لا تفي بالحد الأدنى من المعيشة. سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة اعتبرت بعد زيارتها لمخيم الزعتري للاجئين السوريين أن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا. كيف يمكن قراءة مثل هذا التصريح في ظل وجود رغبة دولية لإعادة اللاجئين السوريين؟ نعم، هذا التصريح جاء بعد ظهور بعض الأصوات التي تنادي بعودة اللاجئين، وبعد عودة خجولة للعلاقات بين حكومة الأردن والنظام السوري. إلا أن قضية اللاجئين هي تعتبر حاليا من أهم القضايا على المستوى الدولي، ولا تقل أهمية عن القضية السورية بشكل كامل، بل وإن قضية اللاجئين حاليا أصبحت في المرتبة الثانية بعد قضية المعتقلين والمختفين، ولا يجوز التعاطي معها وفق آراء وطروحات غير مبنية على قواعد حقيقية واقعية أيا كانت الجهة التي تطرحها. من يريد أن يطرح موضوع عودة اللاجئين يجب أن يعي الوضع بشكل حقيقي بشكل واقعي، ومن ثم يتم طرح هذا الأمر. لا يزال الجدل دائرا حول إعادة اللاجئين السوريين إلى مدنهم في الوقت الذي يسعى المجتمع الدولي لإنهاء هذه الأزمة. هناك معارضة كبيرة من السوريين اللاجئين في الخارج على رفضهم للعودة، ما هي أسباب رفض السوريين للعودة إلى مدنهم؟ الرفض سيدتي ليس الرفض للعودة، وإنما الرفض للعودة بهذه الظروف. على العكس تماما، كل السوريين في كل أصقاع الأرض حتى اللاجئين في أوروبا أو غيرها هم برغبة شديدة للعودة، ولكن ليس العودة التي ينادي بها المجتمع الدولي بهذه الطريقة. إلى أين سيعودون؟ إذا كنا سنعود الآن إلى أين سنعود؟ إلى المدن المدمرة، إلى هذا النظام الموجود وحواجزه التي هي بانتظار عودة أي شخص حتى يتم تصفيته أو اعتقاله على أول حاجز يمر به؟ إلى أين سيكون؟ هذه العودة تحتاج إلى مقدمات كثيرة، تحتاج إلى بداية إلى إنهاء هذا النظام وإقامة دولة حقيقية، دولة تؤمن بالمواطن وتؤمن بمؤسسات الدولة، تؤمن بأنها دولة موجودة لحماية المواطن وليس لقتل المواطن، دولة تؤمن بنفسها أنها دولة مسؤولة عن رعاياها وتأمين احتياجاتهم. فلو نظرنا إلى من هم تحت ظل النظام، هم بأشد الحاجة أكثر ممن ينادون بالخروج من هذا البلد لتأمين المعيشة الكريمة لهم ولأولادهم. إلى أي مدى تظن أن فشل المجتمع الدولي في حل الأزمة السياسية في سوريا أدى لاحقا لربما التشبث بأزمة اللاجئين للتغطية على عدم حل الأزمة سياسيا أو دبلوماسيا؟ نعم، المجتمع الدولي كان موقفه منذ البداية سواء على مستوى الدول الكبرى أو على مستوى الأمم المتحدة، لم يتخذوا في يوم من الأيام قرارا له القوة الحقيقية التي تردع هذا النظام. فعندما قصف الشعب الأعزل بالغازات السامة، عندما قصف بالسلاح الكيميائي، عندما قصف وقتل بشتى أنواع القتل، كان موقف المجتمع الدولي هو أضعف من الضعيف.
وحاليا هذا الموقف تجاه قضية اللاجئين هو نفسه ينادون بعبارات وهتافات ليس لا تغني ولا تسمن من جوع. هذه الضمانات علم النظام بأن المجتمع الدولي لن يضغط عليه أكثر من ذلك، فبقي كما هو، بقيت سياسته كما هي. والمجتمع الدولي عندما يتم نقاش بعض الدول أو بعض المؤسسات الدولية يقول لا نستطيع أن نفعل شيء في فالنظام لا يوافق، أو لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بموافقة النظام، فهنا ينتهي كل شيء. شكرا جزيلا لكم الحقوقي السوري رضا سطيف، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة أنطاكيا التركية.